Yo creo que es cerca de Orupaap. Estaban para andar sobre estaban las Ezentus, ahora son miembros ya pero al yad بتاع الكمبانيات الأرياض الكبيرة الثقيلة اللي بيعبر عن الحفريات والتنمية والطرق في محاولة لتقديم نماذج من التعبير الحركة اللي بيعبر عن القصة المعنية يعني ده حدث يدولاغ بالفتال للكمباني وده بسموه الرقص المعاصر يعني الرقص المصري المعاصر يبدأ يعبر عن جسمك بمعاني معينة شكرا